سالم، يا سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أم سالم؟ نعم أنا. اليوم فقط التقيت بسالم أول مرة. فتى قوي القلب والعقيدة، وسيكون له بعون الله مستقبلا مشرقا في دولة الإسلام. وهبته لخدمة الإسلام ودولته، ولهذا جئت إليك لأطلب منك طلبا. تفضل. أن تأذني لسالم لكي ينضم لجيش الخلافة، وأنا من سيعلمه القتال بشكل شخصي. ولكن... ولكن ماذا؟ تحدثي. هو لم... تحدثي يا أمة الإسلام، ما ضير؟ لم يبلغ بعد، وهو غير مكلف بالقتال حتى الآن. هذا الأسد المقدام ولم يبلغ بعد؟ لا بأس، سأعلمه القتال خلال هذه الفترة، ولا أظن أن الوقت سيطول به حتى يبلغ ويشتد عوده ويصير مقاتلا ومحاربا كبيرا وينضم لجيش الخلافة. وأنت تعلمين جيدا أنه محرم شرعا منع الأبناء للانضمام إلى الجهاد، وكما تعلمين كذلك ما هي عقوبة التولي يوم الزحف.